السلام عليكم. أفادت الأنباء الواردة من صنعاء بأن 3 من موظفي شركة توتال النفطية الفرنسية قتلوا برصاص مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي، وأصيب رابع، واختطف 2 آخران في عملية استهدفت إنهاء اعتصام 6 موظفين في مقر تابع للشركة بصنعاء. بحسب هذه الأنباء، فقد قام المسلحون الحوثيون بنهب ممتلكات المقر من مولدات كهربائية وأثاث، ما أثار موجة من السخط في أوساط السكان الذين رأوه فعلا لا يمكن استيعابه في ظل هذا القدر من السلوك المتوحش. وفي الوقت ذاته شهدت منطقة السحول عملية هجوم مروعة على منزل المواطن محمد عبد الكريم الذي اقتحمه مسلحون من ميليشيا الحوثي وروعوا ساكنيه من النساء والأطفال، وتم نهب محتوياته بما فيها مقتنيات النساء. أثارت هذه الجرائم موجة حادة من السخط في أوساط اليمنيين الذين لم يجدوا مبررا لهذا القدر من العنف والترويع الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في الوقت الذي تزداد فيه النقمة على ممارسات الميليشيا. ويلحظ اليمنيون أن مجمل هذه الجرائم تعبر عن حالة من الاستعلاء والاستهانة بدماء اليمنيين. عن جريمة استهداف موظفي توتال وحوادث الترويع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي وديع عطاء. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا. نبدأ النقاش بمعيتكم مشاهدينا الكرام بعد أن نتابع هذا التقرير. شيئا فشيئا تضيق المسافة الفاصلة بين الحياة والموت، بين التهديد والقتل، ويصول الباطل ويجول مع كل رصاصة يطلقها الحوثيون على جسد بريء ومظلوم في اليمن المنكوب بوجودهم ونفوذهم. أمام اعتصام نفذه 6 موظفين في مقر تابع لشركة توتال الفرنسية بصنعاء، استدعت ميليشيا الحوثي مسلحين تابعين لها من قسم شرطة مدينة حد السكنية لينتهي الأمر بقتل 3 معتصمين وجرح 1 منهم واعتقال 2 آخرين. فتأتي الرسالة بهذه القسوة لكل من يفكر في المطالبة بمرتبه أو حقوقه. لم يكن للأمر علاقة بتنفيذ القانون أو بأي شكل من أشكال احترام القانون، فهذا العمل الإجرامي استباح دماء معتصمين سلميين ليس بأيديهم سلاح ولا يهددون حياة أحد. وترافق في الآن نفسه مع أعمال نهب قامت به القوة الأمنية التابعة للميليشيا لمحتويات المقر التابع للشركة الفرنسية. الحادث نشر الرعب في العاصمة المنكوبة وولد ردات فعل مشلولة تجاه هذا الحادث الذي اجتهدت الميليشيا في تعويم أسبابه ودوافعه، فيما تصمت المنظمات الحقوقية صمتا مريبا في وقت لا يعتبر هذا الفعل معزولا مع توالي حدوث جرائم مشابهة له وأشد حدثت ولا تزال تحدث على امتداد نفوذ الانقلابيين في البلاد. وفي منطقة السحول تعرضت عائلة المواطن محمد عبد الكريم للترويع والنهب والسلب تحت طائلة السلاح بعد أن نجا رب البيت من موت محقق. وفوق هذا وذاك لم تتوقف أعمال القنص التي تقتل العشرات في المناطق التي بلغتها الميليشيا المعتدية، وهناك العشرات يموتون نتيجة سرع مئات آلاف الألغام المضادة للأفراد والآليات، إلى جانب أعمال التفجير التي لا تتوقف للمنازل والمساجد، وجميعها تشير إلى مجرم لا يتورع عن القتل والتدمير والتفجير. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وضيفي في الاستوديو الأستاذ وديع عطاء. أستاذ وديع، هذه العملية لقتل 3 من الموظفين من قبل المسلحين تابعين للميليشيا، هل تشير إلى أن هذه الميليشيا بالرغم من أنها يعني زعمت على تشكيل حكومة ما زالت تسرف في قتل اليمنيين بدون أي اعتبار وبدون أي يعني قيمة لأي شرف أو قانون أو أعرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الميليشيا بهذه الجريمة المروعة والوحشية تؤكد بأن لا أحد في صنعاء وفي أي مدينة يتواجدون فيها له عصمة إنسانية أو شرعية أو قانونية أو قبلية من سلاحهم وسفكهم للدماء. هم يعني يمعنون يوما بعد يوم في سفك الدم اليمني بشكل وحشي يتنافى مع الأخلاق ويتنافى مع الشرع ويتنافى مع العرف. مسحوا بكل الأخلاق وبكل الأعراف وبكل قوانين الأرض، وبالتالي فإن الناس الذين في صنعاء والذين في المدن الذين هم في 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 في, في, في نطاق سيطرة الحوثيين وهذه الميليشيا المسلحة، يفترض أن تكون هذه القضية يعني ناقصة خطر حقيقي بأن القادم سيكون أسوأ، وأنهم لابد وأن يتواجدون أو أن يلتفون حول بعض بشكل كبير، بحيث أن الميليشيا تعرف بأن للحق يعني رجال سوف ينتقمون من أي قاتل. طيب يعني ما هو التفسير المنطقي
جريمة قتل مدنيين بدم بارد، ما الذي يمكن أن يساق في هذا الاعتبار أو لهذا لتبرير هذا الفعل؟ التفسير المنطقي بأن هذه همجية وحشية، لا تستطيع أن تفسرها إلا أنها همجية وحشية تتنافس تماما مع التفكير الإنساني. يعني إذا كنت تفكر بأن هذا الهدف الذي أمامك هو إنسان وبالتالي يعني ستتعامل ولو بنسبة دنيا من الإنسانية معه، لكن الموضوع فوضى. يعني هذه عصابات جاءت من الكهوف، لا تفهم يعني شيئا من مفردات الإنسانية، من مفردات القانون، من مفردات المراعاة، مفردات الحقوق والحريات. هم كانوا يعتصمون حوالي صنعاء بأسلحتهم، ومع ذلك كانت حكومة الوفاق وكانت سلطة الرئيس هادي في صنعاء تراعيهم وتمنحهم الحق في الاعتصام بالسلاح ولم تسحب منهم السلاح، ومع ذلك هم اليوم يتناقضون تماما مع كل الشعارات الزائفة التي حملوها من اي من يوم ان انطلقوا من مران وحيدان الى قدما الى صنعاء واسقاط الدولة. وهم اليوم يعززون ويكرسون قانون الميليشيا، قانون العصابة، قانون الكائنات التي لا تفهم اي مرادفات من مرادفات العقلانية في التعامل مع الخصم تماما. يعني هم يقولون بان ليس هناك احد اقوى منهم في العاصمة او في اليمن. هنا يعني عصابة أسقطت الدولة، طاردت رئيس الجمهورية، اختطفت مدير مكتب رئيس الجمهورية، أسقطت كل المحرمات، تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وبالتالي لا. وهم للأسف لأنهم يتعاملون مع طرف آخر يراهنون على عقلانيته، يراهنون على 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 على, على يعني احترامه المبادئ والأخلاق والقانون والأعراف القانونية، وبالتالي هم أمنوا العقاب فزادوا سوءا بالتنكيل والتعذيب، حد التصفية بشكل موحش. يعني يقتلون الأب أمام أطفاله، ينتهكون البيوت، يقتحمون المنازل، لا يراعون حرمة ولا يراعون قدسية للدم ولا للإنسان أبدا. طيب ما مخاطر يعني هذا النوع من اعتبار أن لا مشكلة في اقتراف هذه الجرائم بحق اليمنيين، ليس هناك قانون يردعهم أو ليس هناك اعتبار القوانين التي تردعهم، وليس هناك خوف من العقوبات التي يمكن أن تطالهم نتيجة استهدافهم للمدنيين؟ ما الأثر الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر في نفوس اليمنيين بشكل عام، خاصة الحادثة تؤكد يعني من جوانب مختلفة، هي سقوطهم الأخلاقي إلى درجة الحضيض. هم لو كانوا يفهمون في العمل السياسي، لو كانوا يفهمون في مبدأ التعامل مع الشرائح الاجتماعية، لعانوا يعني لراعوا حكاية أنهم ربما يكون يوما ما مكونا سياسيا، وبالتالي هم بحاجة إلى أن تكون لهم خلق ومثل وأخلاق ومثل يسوقوها للناس. هم يوما بعد يوم يسقطون أخلاقيا تماما. يعني يبدو أن علي عبد الله صالح أحسن استخدامهم وأحسن اختيارهم كعصابة مفروغة تماما من العقلية والأخلاقية، يدفعهم تماما للتخلي عن هذه المبادئ بقتل الناس، ترويعهم، استهداف إنسانيتهم، وبالتالي لم يصبح في رصيدهم الأخلاقي أي شيء، لم يعد بيدهم يعني أي أخلاق ممكن يسوقوها. في الشق المدني والاجتماعي هم يصنعون ثارات قد تمتد لعشرات السنين القادمة. هم فككوا النسيج الاجتماعي، أهانوا القبيلة، أسقطوا القانون بعد أن أسقطوا الدولة. هم الآن عاجزين عن أن يديروا حتى مجرد سوق داخل صنعاء، تجد مشرفهم يمر على الناس ليسرقهم بالقوة، ومشرفيهم في المديريات يبتزون الناس حتى يعني أصحاب المحلات والبسطات العادية يبتزون التجار، لهم إيرادات ثابتة. أصبح كل من ينتمي إلى هذه الفئة هو الذي يمتاز يعني بالمميزات المادية والمجتمعية، وبالتالي جعلوا من أنفسهم طبقة، مع أنها طبقة كرتونية هلامية لا تستحق الاحترام ولا التقدير، لكن الأيام ستنصف هؤلاء المظلومين، ولا بد أن يأتي اليوم الذي ينتقم منه من هؤلاء المجرمين. طيب دعنا نشترك في حوارنا أستاذ وديع، أستاذ أو مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، دكتور معن دماج. مساء الخير دكتور معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور معن. هذه التصفية للموظفين الذين يعملون في شركة توتال بهذه الطريقة، ما الذي تحمله من دلالات على المجتمع؟ ما الذي يراد الفهم منها من خلالها؟ نستطيع نقول أنه العملية تصفية العمال ربما تحمل مؤشرين رئيسيين. من ناحية الطابع الأساسي لسود علاقة ميليشيا التحالف الرجعي الحوثي الصالحي مع المجتمع، وهي الاستخفاف بأغلب الفئات الشعبية و
لاعتبار أنها لا تستطيع ولا تملك أن تدافع عن نفسها، وبالتالي إن تصفيتها لن يترتب أو قهرها أو قمعها لن يترتب عليه أي ضغط أو أي مسؤولية من أي نوع، إنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وهذا يعود طبعا لتصورهم عن الدولة، الدولة سلطانية فيها الناس بمراتب، ليس هنالك مواطنة متساوية ولا موحدة. الجانب الآخر الذي قد يعكس الطبيعة الظرفية والآنية للحادث أنه ربما هناك نوع من المخاوف في الأواسط القيادية للتحالف الرجعي الحوثي الصالحي، أنه مع الأوضاع المعيشية الصعبة والمتأزمة ومع العجز عن دفع الرواتب للموظفين والمواطنين وتلبية احتياجاتهم، أن السماح لأي مظاهر احتجاجية اعتصامات أو إضرابات تتعلق بالمطالب بالرواتب وبالظروف العمل وبالحقوق المادية قد تخلق سابقة وقد تخلق نموذج قابل بسهولة للانتشار، وبالتالي ينبغي أن يتم قمع أي حركة احتجاجية في المهد، لأن توسعها قد يؤدي إلى الانفلات وسوف تخرج السيطرة على الأمور. أنا أتصور أن العملية هذه تحمل للمؤشرين الاستخفاف بالمجتمع وفي نفس الوقت الخوف والذعر من السماح بأي حركة احتجاجية قد تتسع بحيث يصعب السيطرة عليها لاحقا. طيب هل هذا الأمر يعني أن نحن أمام نوع من أو موجة من القمع من قبل هذه الميليشيات، موجة قادمة سنشاهدها في قادم الأيام، خصوصا مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية بالنسبة لليمنيين القابعين في المحافظات أو الذين يعيشون في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا؟ وطبعا في ظل الحرب القمع مجرد يعني تفصيلة صغيرة في المشهد البائس والدموي والرهيب الذي صنعته الميليشيا الرجعية الحوثية الصالحية في البلد بشكل عام، لكن مع تطور وتفاقم الأزمة الإنسانية مع الفشل والعجز عن توفير الرواتب للموظفين بالتأكيد من المنتظر ومن الطبيعي توقع احتجاجات، وبالتأكيد هنالك ما يقابلها من خطط لردع هذه الاحتجاجات وخنقها في المهد، وبالتالي من المتوقع جدا والمنتظر قمع أي حركة احتجاجية وقمع أي تحرك للمواطنين المطالبين بحقوقهم حتى وإن كانت بشعارات غير سياسية. أنا اطلعت على البيان الذي أصدره عمال الشركات الأمنية بشكل عام بالنسبة لحادث تصفية زملائهم واغتيالهم وإعدامهم خارج القانون في الواقع. هناك محاولة لجعل المسألة مسألة حقوق وعدم إعطائها طابع سياسي، لكن حتى عندما يحاول المواطنين الحديث عن حقوقهم المادية ورواتبهم إلى آخره لن يكون هناك أي تسامح من قبل الميليشيا الحوثية الصالحية، لأنها تدرك أنه ما أن تندلع الاحتجاجات فأن السيطرة عليها ستكون صعبة جدا، وبالتالي من المتوقع زيادة وتيرة القمع والعنف في المرحلة القادمة. طيب الآن يعني من الواضح أن الانقلاب نجح بشكل أو بآخر في إيجاد حاضنة أو السيطرة على منطقة كبيرة من الجغرافيا اليمنية بدأت تصغر بفعل انتصارات الجيش والمقاومة، لكن هذه الجغرافيا موجودة الآن وهناك سيطرة للحوثيين والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على منطقة واسعة من التراب اليمني. هل انقلابهم أيضا على الفكرة التي دخلوا بها صنعاء وهي يعني مواجهة الجرعة ورفضها وكذلك الانتصار للعمال وما شابه من هذه الأفكار أن يمثل أيضا فكرة قد تساعد الناس على الخروج في مواجهة هذه الميليشيا التي انقلبت حتى على المبرر التي سيطرت فيها على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية؟ هو طبعا كان من الواضح أنه كل الشعارات التي رفعت هي شعارات وهمية وجوفاء، لكنها كانت أيضا تلقى صدى بالنسبة لكثير من الأواسط المواطنين الذي كانوا مصدومين بسوء إدارة المرحلة الانتقالية من قبل حكومة باتندوا وتردي الأوضاع المعيشية والأوضاع الاجتماعية، وبالتأكيد بالفعل هذا الفشل الإداري والفشل المادي والفشل الاقتصادي والفشل حتى عن دفع الرواتب سوف يدفع قطاعات كانت قد استسلمت للأوهام تحت شعارات مختلفة وتعبئات مختلفة للتواطؤ أو حتى للالتحاق بالميليشيا الرجعية الحوثية الصالحية، سوف يدفعها لإدراك طبيعة هذه الحركة، وهي في الفعل منذ الأيام الأولى أظهرت طبيعتها الطائفية والسلالية
وتمييزها بين الناس وترويجها لمستويات مختلفة من المواطنة وفرضها لامتيازات للبعض وطمس الحقوق الأساسية لأغلبية السكان. هذه الأمور طبعا تتضح كل يوم والناس لا يتعلمون بكلام، الناس يتعلمون من خلال تجاربهم وهم في الأوضاع الثورية التي يعيشونها ونعيشها في البلد منذ ثورة فبراير 2011 يتعلمون أسرع ويدركون أسرع وتتكون معارف حقيقية وعميقة من الممارسة ومن التجربة. الذي يغيب في الواقع هو دور الأحزاب والأطر السياسية. لا يزال البعد الاجتماعي، لا يزال الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأغلب السكان غائبا حتى عند قوى المقاومة. هناك حديث على الجانب الأيديولوجي، هناك أحيانا حتى أصداء للصراع الذي يريد أن يصور المسألة باعتبارها مسألة طائفية، بينما الحقوق الأساسية التي تشمل كل المواطنين، حقوق المواطنة، الحقوق السياسية، وخصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حق العمل والخبز والكرامة الإنسانية، لا يزال غائبا وهو بالواقع أحد نقاط ضعف حتى حركة المقاومة الشعبية للأسف إلى اليوم. طيب دكتور، ما هو الحد الذي ستبلغه يعني انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين والمواطنين في اليمن الذي من بعده سنرى خروجا كبيرا بداخل الأرض التي تسيطر عليها حتى من قبل مؤيديهم أو من يقبل بسلطتهم على الأقل؟ هذا الحد متى سيبلغ مواجهة ما يروج له الحوثيون من أنهم يدافعون عن البلد في ظل عدوان وما شابه؟ ما هو من الصعب طبعا تحديد حدث أو وقت زمني معين، لكن أنا لا أشك منذ البداية أن الحركة الحوثية وأن الثورة المضادة الصالحية لا تملك عمقا شعبيا جديا. ما حدث يعود إلى الأدوات والهياكل المؤسسية لدولة علي عبد الله صالح، الجهاز الأمني لعلي عبد الله صالح، العصبة العسكرية اللي استولت على قيادة الجيش من قبل علي عبد الله صالح وزمرته هي التي وراء الأحداث، ليس العمق الشعبي. ولا وإن كان هناك بعد معين استطاعوا أن يستفيدوا من حالة الإخفاق والإحباط الجماهيري التي نشأت بعد ثورة فبراير، لكن المسألة تتعلق في الواقع بجاهزية الطرف الآخر، قدرته التنظيمية وقدرته على طرح خطاب يمثل المصالح الموضوعية للأغلبية الشعبية. الابتعاد على تحصر المسألة مثلا في موضوع الانقلاب وكأن المسألة مسألة قانونية وتتعلق بسيادة الدولة، وطرح الحقوق الشعبية السياسية والوطنية والديمقراطية والاجتماعية، وخصوصا التركيز على المسائل التي تتعلق بما يهم الناس، الناس الذين أثاروا أساس صحيح لمطالب السياسة والحرية السياسية، ولكن أساسا من أجل الخبز ومن أجل العمل ومن أجل المساواة ومن أجل فرص العيش. هذا الأمر بحاجة إلى في الواقع أنه تستطيع القوى الشعبية وقوى المقاومة أن تطور برنامجا شاملا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وألا تكفي بحصر المسألة بين شرعية وانقلاب، لأن المسألة بعد من ذلك، المسألة حقوق شعب كاملة، حقوقه في العيش وفي الحرية وفي الخبز وفي العمل وفي التطبيب وفي الرعاية الصحية، لأنه هذا هو جوهر الموضوع وجوهر الخلاف. ليست المسألة في الشعارات العامة، المسألة في المضمون الاجتماعي والاقتصادي للدولة. أشكرك مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء دكتور معن دماج، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ وديع عطا. أستاذ وديع، هل ظهرت ردود فعل رسمية سواء لشركة توتال أو الشركة الأمنية التي يتبع هذا يعني هؤلاء الموظفين الذين قاموا بالاحتجاج لها، أو حتى من نقابات يمكن أن ينتمي لها هؤلاء الناس أو الموظفين؟ ولماذا تأخر هذا الصمت يعني هذه المواقف، لماذا تأخرت في حال لم تصدر؟ هناك حسب المعلومات اعتمال يجري في وسط اتحاد يعني في وسط الحكومة التي الحكومة الوهمية أو الكرتونية التي شكلها بحبتور، نتيجة انتماء بعض الحراس وبعض الضحايا إلى بعض القبائل التي يتواجد فيها بعض أعضاء هذه الحكومة الوهمية. هناك أيضا يعني ركود ورقود أيضا من قبل اتحاد عمال اليمن الذي ينتمي إليه هؤلاء العمال، وهناك أيضا محاولات لتمدين الحركة الحقوقية عن طريق الشركات الأمنية التي ينتمي إليها هؤلاء العاملين الثلاثة الضحايا، خصوصا وأن جريمتهم هي إعدام بالقنص وليس مجرد مواجهات أو اشتباكات أو أنهم كانوا فارين من وجه العدالة مثلا. الموضوع يحتمل أكثر من رسالة مزدوجة. هناك من يقول
يعني بأن الرسالة هي إلى أنصار علي عبد الله صالح الذين تراودهم بعض الشكوك بأنهم يستطيعون أن يتحركوا تحركات حقوقية وقانونية، بعض الأحرار في المؤتمر الشعبي العام الذين هم يحاولون يفكوا الارتباط في التبعية لهذا المخلوع، يحاولوا أن ينبهوا الناس إلى أن كرامة تسقط، إلى أن حقوقا تصادر، إلى أن حياة تنتهك. وبالتالي يعني هناك من يصير من الحوثيين ومن يسهل لهم من مؤتمر المخلوع بانتهاك هذه السيادة الإنسانية. أتباع إيران يتكلمون عن سيادة الوطن سيادة الوطن سيادة الوطن، بينما سيادة الإنسان كرامة الإنسان تنتهك وتداس تحت الأقدام بكل سهولة. هناك يعني أكثر من أثر سلبي بعيد المدى مثل هذه. أخلاقنا تسقط، القيم تسقط، المجتمع يتابع بصمت، بينما المنظمة الحقوقية تتابع ببرود ولا تزال تقول بأنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، ولا تزال تسمي الحوثي بأنه طرف وليس انقلابي. الناس في صنعاء بحاجة إلى أن يلتفوا وأن يتداركوا ما بقي لهم من كرامة، وإلا فإن القادم سيكون أسوأ وسيكون أكثر فداحة. طيب، هل من المعروف، أنت تحدثت على أن هو هناك أفكار على أن هذا نوع من يعني الانتفاضة أو نوع من الخروج من قبل بعض أفراد المؤتمر الشعبي العام على فكرة المخلوع وعلى الانقلابيين بشكل عام، هل من دلائل أو علامات تشير لذلك؟ الرد بعنف هو رسالة تتجاوز الضحايا الذين سقطوا رحمهم الله، تتجاوز من هم يفكرون بأي انتفاضة مدنية، سواء للمطالبة بالرواتب، سواء بالمطالبة بإطلاق المعتقلين، سواء بأن القادم سيكون أسوأ. كل من سيعترض على سياسة التنكيل والتعذيب والاختطاف والاعتداء على حق الحياة بتوقيف الرواتب أو توقيف الخدمات، وبالتالي سيكون يعني الرد عليه بمثل هذه الوحشية. هذه الوحشية والهمجية لابد أن تقف، لابد أن يفكر الناس الذين هم تحت طائلة الميليشيا، خصوصا من أنصار المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام حزب كبير ووطني، ولازال نحسبه بأنه وطني. يعني الناس المختطفين لهذا الحزب هم الذين سهلوا لهذه الميليشيا، وبالتالي يوما بعد يوم يعني سيعضون أنامل الندم بشكل كبير وقوي، بشكل يعني بصمتهم وتسهيلهم وتعاونهم ويعني لكل هذه السياسات وهذه الممارسات. ربما قد يكون الأول قد فات في حينها، لكن هذه الجريمة لم تكن فقط جريمة قتل، هناك إصابة لأحد الموظفين وهناك اختطاف لموظفين آخرين، هل من معروف إلى أين تم اختطافهم؟ ما الذي حدث لهؤلاء الموظفين بعد هذه العمليات؟ القصة تقول بأن هناك يعني قوة أمنية كانت تتبع أحد الأقسام تم استدعائهم للسيطرة على الوضع قبل اندلاعه، وبالتالي وحينما عجزوا أن يثنوا هؤلاء الموظفين على المطالبة بحقوقهم وهي حقوق قانونية ومكتسبة وشرعية، يطالبون برواتبهم، يطالبون مستحقاتهم عند هذه الشركة أو تلك، تم استدعاء هذه الميليشيا. وحينما تأتي الميليشيا فإنه يغيب العقل، يغيب القانون، يغيب الخلق، وبالتالي تمت المواجهة بهذا الشكل واستدعاء قناصة. إصاباتهم أو أماكن قتلهم كانت في الرأس أو في العنق، ومن أصيبوا تم اختطافهم لكي يتم التستر على هذه الإذى، ولا أستبعد بأن يتم تصفية من إصابته خطيرة في هذا الموضوع. يعني وهو من الواضح أنه لا يمكن تبرير أي فعل يساق، أو يعني لا يمكن قبول أي تبرير في هذا الأمر، لأن العملية لا كانت استهداف واضح. لا يمكن قبول. أخي وجه، هناك أسئلة تفرض نفسها، حكاية اتحاد عمال يمن بشكله الواسع الذي يحشد في كل سنة لعيد العمال الذي كان يستخدمه علي عبد الله صالح، أين ذاب؟ نقابة المحامين اليمنيين الذين كانوا يرفعون بعض القضايا كذا يعني لمجرد إحراج حكومة الوفاق، أين المستأسدين في أيام حكومة الوفاق ومن بعد 2011؟ أين المستأسدين في تلك الأيام؟ اليوم أصبحوا خانعين، اليوم لا نريد أن نعيرهم بهذا الخنوع الذي هم فيه وهذا الخضوع وهذا الانكسار، لكننا ندعوهم لاستدراك ما بقي من كرامة والانتفاض، ونحن معهم بالكلمة وبالقلم، والمقاومة ستكون قريبة. الحوثيين بشكل أو بآخر هم يصنعون مقاومة داخل هذا المجتمع بهذه الأفعال الحمقاء، يجندون من أولياء الدم ومن أقارب هؤلاء المظلومين، يجندون خلايا حقيقية ستلتحم بالمقاومة مع أول قدوم، وبالتالي الحوثيون يسقطون أخلاقيا وسيسقطون عسكريا بهذه الأفعال الحمقى. وما من حركة يعني همجية وحشية إلا وتسقط بفعل هذه الجرائم الحمقى. طيب، دعنا نكمل النقاش في هذه النقاط وخاصة ما بعد هذه العملية التي قامت بها ميليشيات الحوثي، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل النقاش، تفضلوا بالبقاء معنا.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود للنقاش مع الاستاذ وديع عطاء. استاذ وديع، هذا الامر ليس، يعني هذه الحادثه التي قامت بها ميليشيات الحوثي ليست حادثه اولى من نوعها في طبعاً. تاريخها بداخل طبعاً. اليمن، من سجل انتهاكات كبير بداخل الاراضي اليمنيه. ما هي ابرز الحوادث المشابهه التي قامت بها ميليشيات الحوثي؟ حوادث ترويع، حوادث مواجهه أصحاب الحق ومحاولتها لإخافة الناس وتملكهم أو محاولتها لترويعهم؟ الملف مضخم حقيقة، ولن يعدم أي باحث أو حقوقي أو قانوني يبحث في جرائم هذه الميليشيا، ولن يعدم الحصول على أي معلومات سهلة. النزول الميداني بإمكانية أن يخرج بكثير من الملفات التي قد ترقى إلى أن تكون جرائم حرب. يعني بين يدي هنا ما استطعت أن أجمعه في دقائق والله، وليس بحثا. يعني حكاية تصفية أحد المواطنين مثلا في الحديدة في اليوم الأول من رمضان وهو نائم بين أولاده، ثم اختطاف جثته وليد الإبي وهو عنا ليس ببعيد. هناك 4 حالات إعدام داخل السجون، يعني أكثر من 62 حالة إعدام بسبب التنكيل. زميلنا وفي هذا السياق زميلنا الصحفي عبد الخالق عمران، وكل الدعوات له بالشفاء، وصل الى مرحله ان اصبح قعيد. غدا سيعقد مؤتمر صحفي لمناقشه وضعه، نسال الله ان يحفظه ويحفظ كافه الزملاء الصحفيين المعتقلين هناك. هناك كذلك اعدام الشيخ محمد الصباي رميا بالرصاص امام عائلته واطفاله في مديريه الحيمه الخارجيه، ومن نفس المديريه كذلك كانوا قد اعدموا صالح البشري بسبب التعذيب، وكان اول ضحيه اعدام بالتعذيب. لدينا ايضا في قريه جبل الشامي من إب، وفي إب يعني سجن الأمن المركزي أو سجن الأمن السياسي، أصبح أبناء إب يسموه سجن أبو غريب لكثرة من يدخله. هناك سجن أيضا في قلعة رداع يتم توقيف الباصات المتجهة إلى مارب في الطريق تلك، ويتم اختطاف الناس من فوق الباصات. وهناك أكثر من 15 من أبناء الحديدة و20، وأكثر المختطفين من أبناء تعز الذين كانوا متوجهين لأعمالهم في السعودية وفي أعمالهم في مارب وفي أعمالهم كذا بتهمة الانتماء للميليشيا، يلاقون أصناف العذب، ومنهم من خرج وقد تأثر نفسيا وعصبيا. أكثر من قضية، يعني هناك في أغسطس إعدام 4 في أغسطس إعدام 4 مشايخ العمر بذي ناعم بطريقة وحشية. ولو تذكر ايضا في اب اعدام العاملي من البشر من الشباب في مجال قات الذين اعدموهم في اب وقايضوا اهلهم بعد ذلك في قضايا ويتم احتوائهم. هناك ايضا وفاه الشاب عادل عبد الملك الحسني متاثرا بالتعذيب في قضايا في قضيه في بشكل همجي وفي احد سجون الحوثيين. محمد الزيدي من ضحايا الموت بفعل التعذيب في اب بعد يوم واحد فقط من اختطافه من داخل اقاربه. لدينا بشير شحره كذلك رحمه الله اعدم امام اطفاله. هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأجيال، سجل كبير جدا لا يمكن أن سجل يعني الحافل ومضخم، ولن يجد الحوثي منه مهرب، خصوصا إذا تم تنظيم الجانب الحقوقي بإعداد هذا الملف الحقوقي والقانوني لمتابعة وملاحقة هؤلاء المجرمين، ولن يفلتوا. نعم. وأدعو المجتمع بأن يرصد كل قاتل، ومن يختفي حول اسم أبو فلان أو أبو كرتون أو أبو حمامة أو أبو ذبابة عليهم أن يرصدوه بالاسم، وسوف تلاحقه العدالة اليوم أو غدا. طيب، ينضم لنا الآن الناشط في رابطة النفط والغاز من مأرب سيد حافظ مطير. مساء الخير أستاذ حافظ. مساء الخير والعافية أخي العزيز. أستاذ حافظ، باعتبارك يعني ناشط في رابطة موظفي النفط والغاز، كيف تلقيتم هذا النبأ، هذه الجريمة بحق موظفين؟ صحيح أنهم من موظفين الأمن أو الحماية للشركة، لكن أيضا هم موظفون يعملون في الأراضي اليمنية، هم موظفون يمنيون في نهاية المطاف. والله كانت الفاجعة لدى اليمنيين بشكل عام، وليس لدينا احنا فقط، لأنه ما حدث كان أمر غير معتاد، وخصوصا أنهم يطالبوا حقوقهم من شركة مقاولة من الباطن كالشركة جي فور اس أو جروب فور سيكوريتي. هم بذلك كان الفاجعة كبيرة جدا، وبذلك هم استخدموا هذا الرعب وهذا الجرم ليس الشيء، وإنما لأنهم قالوا نريد رواتبنا من الشركة التي أوقفت رواتبهم منذ 10 أشهر. كما أن شركة توتال النفطية منذ غادرت عقب الأحداث مباشرة من اليمن وتحمل المسؤولية بشكل مباشر، الذي هي الشركة جروب فور اس الذي قامت بتأجير هؤلاء الموظفين. لكن كان اللجنة التحكيمية قد أصدرت حكم بالحجز والتحفظ على ممتلكات شركة توتال حتى تصدر
حتى تصدر مستحق حتى تصرف رواتب الموظفين والسيكوريتي. الشركة هي شركة خاصة بطبعا، شركة شبه مدنية تابع لأحد النائبين التابعين علي عبد الله صالح الرئيس الأسبق. الشركة هذه مهمتها في الجانب الأمني، لكنها ظلت تتحايل وتتماطل، وهم بقوا في أماكنهم في حماية شركة موقع شركة توتال بناء على توجيه من القاضي عبد السلام السماوي الذي كان رئيس اللجنة التحكيمية الخاصة التي رفعت لديها الملفات. طيب الآن هذا الأمر، يعني ميليشيات الانقلاب تقوم بالانتهاكات بحق الموظفين بشكل مستمر، هل من نوع من التوثيق لسواء رابطة النفط والغاز أو غيرها من الروابط العمالية الذي يؤكد أن هذه الجرائم التي تمارس ضد الموظفين في اليمن لن يعني تمضي في نهاية المطاف وأنها لا تسقط في التقادم؟ النقابة الخاصة بالشركات الأمنية أصدرت بيان يدين في ذلك، وضحت أبعاد الجريمة ومن الذي أبعاد الجريمة ومن الذي ارتكبها وما هي الداعي والأسباب. هم خرجوا في الصباح من في 3 ديسمبر وقفت احتجاجية أمام إدارة الشركة مطالبين برواتبهم. في المساء تأتي أطقم الميليشيا الحوثية يعتلي أحدهم السطح سور شركة توتال، ثم يطلق النار مباشرة على 3 من الحراس ويختطف آخرين إلى جهة مجهولة، 2 آخرين إلى جهة مجهولة، ثم قام بإعتقال مجموعة منهم وأودعهم إلى سجن الجوفي. كل هذه الأشياء تتدون لدى المنظمات الحقوقية، لدى النقابات، هناك النقاب الخاصة بهم، إضافة إلى أن عملية الرصد في الحقوقيين والعاملين في هذا المجال، هناك رصد وتوثيق لكل الجرائم التي تقوم بها الميليشيا. لا يمكن أن تسقط الحقوق بالتقادم مهما كان، كما أن كلما تلقت الميليشيا الإنقلابي ضربات موجعة في الجبهات، وكلما عادت وانكسرت إلى الداخل لتمارس إجرامها في كل مكان، لكن تظل الحقوق أنها لا تسقط بالتقادم مهما كان. الشعب اليمني لديه ذاكرة قوي ولا يمكن أن يتنازل عن هذه الجرائم مهما حاولت الميليشيا أن ترعب المجتمع، لا يمكن أن ترعبه، لأن في الأول والأخير الانتصار هو للشعب اليمني. الميليشيا مهما حاولت أن تفرض جرمها سينتفض الشعب مهما تغط في طغيانها وسيندم من ارتكب الجرائم. أما أولئك فرحمة الله عليهم، نعم، ولم يكونوا هم الضحايا لحالهم، فهناك العديد من الضحايا من الصحفيين والإعلاميين والناشطين، كما هؤلاء الضحايا حقوقهم. الناشط في رابطة النفط والغاز حافظ مطير كنت معنا عبر الهاتف في المأرب، شكرا جزيلا لك. بالعودة لك أستاذ وديع، هذه الحوادث المتكررة بحق اليمنيين بحق الموظفين بحق المدنيين، هناك نوع من أو موجة من الغضب بداخل أوساط اليمنيين القابعين تحت سيطرة الميليشيات بسبب تأخر تسلم رواتبهم، هل من الممكن أن الميليشيا بهذه الحادثة ترسل رسائل للطبقة العاملة والطبقة الموظفين بداخل البلد أن أي مطالبة من هذا النوع ستواجه بهذا النوع من القمع والعنف؟ هي كما قلت لك مسبقا بأن الرسالة التي تتجاوز هذه الجريمة هي الرسالة لكل من تراوده نفسه بالمطالبة بالحقوق. الرسالة هي واسعة وشاملة، وعليه هو اختبار كرامة واختبار شجاعة واختبار إرادة واختبار وجود واختبار حياة بالنسبة لكل من متواجدين في صنعاء وفي المدن التي يسيطرون عليها. هم ماليا أصبحوا مخنوقين، لم تعد لديهم من موارد كبرى تدر عليهم إلا ما هو من ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة بشكل عام كمصدر رئيسي، إضافة إلى مواردهم في صنعاء وما حواليها، إضافة إلى بعض الموارد في إب. هذه الموارد لا تكاد يعني لن تكاد توفي يعني بعشرات الآلاف من جندوهم وبمن يعني عينوهم في الوظائف الوهمية الجديدة التي لن تعترف بها الحكومة الشرعية في عدن ولن تصرف لها رواتب على ما يبدو، وبالتالي هم يزدادون توترا فيعكسون هذا التوتر الأخلاقي يعني والنفسي بشكل أخلاقي وهمجي على حياة الناس. السؤال الآن أين تقف الجبهة الحقوقية داخل صنعاء؟ أين يقف القضاة؟ أين يقف النائب العام؟ أين يقف الناس الذين موجودين في صنعاء ولهم صولة وجولة ولهم أسماء معروفة في سماء الإعلام والحقوق؟
الجبهة الإعلامية والحقوقية اليوم سواء في صنعاء أو خارجها أو في عدن أو اليمنيين منتشرين خارج اليمن عليهم أن يوحدوا الجبهة الآن أو ينسقوا أعمالهم أو ينسقوا تحركاتهم بشكل قوي ومدروس بحيث أن هذه الجرائم لا تسقط. وهنا أجدد وأكرر النداء أيضا لكل المظلومين ولكل من تعرضوا لمثل هذه القضايا والانتهاكات ومن أعدم أباه أو قتل أخاه أو اختطف أخوه أو قتلوا يعني كدروع بشرية، أدعوهم لحفظ صور والتعرف على أسماء هؤلاء المشرفين الحوثيين والقتلة، لأن التاريخ لن يرحمهم والقضاء لن يفلتهم طالما الحقوق الملفات ستلاحقهم وطالما أسماءهم وصورهم ستكون حاضرة. علينا أن نتابعهم ونفلتهم، وكما تقول يعني وهناك مثل معروف بأنه ما تموت العرب إلا متوافية كما يقول في اليمن، وبالتالي لن يسقطوا هؤلاء يعني لن يفلتوا هؤلاء من العقاب لأنهم أمنوا العقاب ازدادوا سوءا وازدادوا يعني يعيثوا بالكرامة ويقتلوا الناس بشكل همجي ووحشي. نعم. وبالتالي علينا أن نهددهم المثل بالمثل بأن كل قاتل ستلاحقه يد العدالة. طيب سنكمل الحديث لكن ينضم لنا أستاذ وديع السيد ذيبان الحميري الناشط السياسي من صنعاء. سيد ذيبان، من أمن العقوبة أساء الأدب، يبدو أن الحوثيين أساء الأدب، يبدو أن الحوثيين مستمرين في انتهاكاتهم ضد الموظفين ضد المدنيين بداخل المناطق التي يسيطرون عليها طالما ليست هناك يد عدالة تطالهم. إلى متى سيستمر هذا الأمر برأيك؟ والله أول مساء الخير لك ولجميع ضيوفك والمشاهدين. سيستمر إلى أن تعود الدولة. إذا لم تعود الدولة فالفراغ الذي يتركها الدولة يملأه الميليشيات بالفوضى والقتل، كسلوك ميليشياوي طبيعي. أنا أعتبر ما يقومون به سلوك طبيعي مثلهم مثل سلوك داعش. يعني إذا بحثت عن إجابة للسؤال لماذا يقومون بذلك فعلينا أن نبحث عن إجابة للسؤال لماذا تقوم داعش مثلا بإعدام الناس أمام الكاميرات، لن تجد لها جواب. هذا سلوك ميليشياوي، سلوك إرهابي، فهم يمارسون نفس الدور وسيستمر حتى يتم استرجاع الدولة سواء سلما أو حربا. طيب لماذا يعني أصبح موظفي القطاع العام والخاص عرضة لهذه الانتهاكات اليومية؟ هل من أحد هذه الأسباب أنهم لا يتحدثون مثلا أو لا يخرجون إذا ما كانت هناك انتهاكات لغيرهم حتى طالهم الأمر هم أنفسهم؟ حقيقة أن الناس جميعا يتحدثون ويتألمون، ولكن الأدوات يعني إخراج هذا الألم والحديث إلى أرض الواقع، أنت أمام عصابة وبالتالي ليس هناك من طريق لمقاومتها إلا بالقوة. فالناس أمام خيارات صعبة جدا يعني، ولكن في النهاية هم يعني الحادث الذي حدث للموظفي الأمنيين لشركة توتال هو يحمل عدة رسائل، سواء هو حقق الغرض الرئيسي منه وهو بعث رسالة إلى جميع الموظفين وبقية ضباط الجيش والأمن وكذا، أنه من سيتحرك سيلقى هذا المصير، سواء كانت العملية عملية يعني عرضية مثل أي حادث مثلا أو كانت عملية مرتب لها. فالرسالة وصلت عن طريق الفعل الشنيع اللي قاموا به بدون مبارد، يعني مجموعة بالله عليك يعني ستة أشخاص، هل سمعت فض اعتصام من ستة أشخاص؟ هذا شيء غريب يعني. طيب أستاذ ذيبان، يعني نحن ممكن أن يقال أننا معزولون عن ما يجري في صنعاء، أن المعلومات الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي غير صحيحة، أننا نمتلك مثلا وسائل تنقل لنا معلومات أخرى. أنت الآن في صنعاء، أعطنا ما هو النفس الشعبي هناك، المجتمع ما الذي ينتظره حتى يخرج ضد هذه الانتهاكات؟ ما هو المزاج الشعبي الموجود بصنعاء؟ لا، المزاج بالنسبة المزاج الشعبي مستاء جدا، والجميع يعني لا أبالغ بل أقول الأغلبية يعني الأغلبية يريدون الخلاص من هذا السلطة الميليشياوية التي ليست يعني شرعية أو مخولة بإدارة بلد.
ولكن المشكله فين؟ المشكله هو بالادوات، كيف المواجهه، كيف الخروج. يعني انا اتوقع انه كان يحدث انفجار، ولكن سيكون انفجار فوضوي، سيزيد الفوضى فوضى، لانه ليس هناك ادوات يعني عمل تنظيمي او عمل او قوالب تستطيع من خلالها العمل. نحن امام معضله حقيقيه، يعني نتيجه لسقوط الدوله المعضله كبيره جدا. المجال الشعبي طبعا مستاء بشكل عام، يعني الموظفين كذلك، اصحاب الاعمال، كل قطاعات الشعب مستاء. والذي يقول هناك من يسوق بان صنعاء وما حول صنعاء حاضنه شعبيه للحوثيين وصالح، هذا كلام مبالغ فيه وغير صحيح تماما. العمليه يعني التجنيد والتجيش والمقاتلين في الجبهات، هذه اشياء تم ترتيبها من 2004 الى 2014، وليس عمليه يوم او يومين. إذن أشكرك الناشط والنشط السياسي السيد ديبان الحميري، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة لك أستاذ وديع، هناك ما يعني من الأنباء التي تحمل على أن هناك أجندة مختلفة لداخل تكتل الانقلابيين أو تحالف الانقلابيين، وكما هو واضح أن هناك نوع من تبادل الأدوار بداخل هذه الكتلة. الآن الحكومة الشرعية، من هم مؤيدون لفكرة الشرعية ومن هم يريدون وطنا أفضل لليمنيين؟ ما الذي عليهم عمله لمواجهة هذا التحالف الانقلابي وللاستفادة من الأخطاء التي يقوم بها والانتهاكات التي يقوم بها ضد اليمنيين يوما بعد آخر؟ الواجب يحتم على الجميع الآن ممن يرى أو يراقب أو يسمع مثل هذه الجرائم أن يرصدها، أن يوثق شهادات الضحايا، شهادات الشهود العيان، أن يوثق للتاريخ، يوثق للقانون، يوثق إعداد الملفات. الآن لا تستطيع أن تقدم شكوى إلى محكمة داخل صنعاء، لأن المحاكم أصبحت في يدهم، القضاء أصبح في يدهم، النائب العام أصبح صبيا بيدهم. كل من يعني النائب العام، أقصد الذي في صنعاء، يعني الذي السكرتير العام أو ما شابه، أعتقد بأن على وزارة حقوق الإنسان ممثلة بالأستاذ عز الدين الأصبحي والحكومة الشرعية أن يرصدوا مثل هذه الجرائم. عليهم أن يعدوا الملفات الحقوقية والقانونية لمتابعة هذه الجرائم وتقديمها إلى الرأي العام العالمي، على الرأي العام العالمي أن يرى أن هناك داعش حقيقية في اليمن، داعش الاستخباراتية التي يستخدمها المخلوع، وداعش الحقيقية التي تعدم الناس بدم بارد أمام أطفالهم وأمام الرأي العام وأمام عدسات التليفونات. لكن هذا الأمر كما يقال يمكن أن يعني يحقق عدالة مستقبلية، قد تأخذ وقتا. ما الذي يمكن عمله لوقف هذه المأساة؟ يعني دماء اليمنيين تستمر بالسيلان في كثير من جبهات القتال، حقوق وكرامة اليمنيين في كثير من الأراضي اليمنية تمتهن وتضرب في صميمها، كيف يمكن وقف ذلك؟ بالنسبة لي ليس هناك من علاج ناجع لهذا الموضوع إلا التسريع باستعادة الدولة. ليس هناك من أمل إلا باستعادة الدولة والتسريع باستعادة صنعاء ليستتب الأمن ولاستعادة سيادة الدولة والقانون، وليستعيد المواطن حقوقه وكرامته قبل ذلك. وعلى المتشدقين بالسيادة الوطنية أن ينظروا ألف مرة إلى كرامة المواطن وسيادة المواطن قبل أن يفكروا في هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر الصحفي وديع عطا، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل محمد المقبلي وزميل ياسين التميمي. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.